مكتوبها ولا شنو عندنا حلال الكتاب زاد تحل الكتاب توعد سيدي عامر توعد سيدي عامر تربط فيه توعدو وتقرا في فاتحه وان شاء الله تحل مكتوبها تجي تعمل حل حرق وزاد هو على برك عظيمه هو الولي الولي هذاي على برك عظيمه اللي ما يمنش بيه كذاب اما يلزم الولي هذاي على برك عظيمه كل اللي مزيت ايه كما سيدي صاحبي كما سيدي المازري الولي هذوما راهم على بركه عظيمه وساعات يقول لك ما تامنش بالولي لا نامنوا به ربي هو فوق منا والولي تحت منا يلزم الولي هذا نامنوا به اخذ لهم الجبايه كل على حسابهم كل على حسابهم وطبيب هذا حلقوها خليتها ريت الله ناي حنت وانا استل بسطل الخير احتجت وكونت وليداتي وقريت وليداتي وربيت وليداتي وبنيت منها وهي فن راهي الخدمه ذي مش انسان مش يخصب عليك يقول لك اخدمها بالسيف لا هي فن وصنعه تقليديه ونظيفه وتصور منها تخدم تجيك مرأة تجيك حبلة ما عروسة تجيك طفلة صبية من كل نواحي فهمتني تجيك من كل نواحي تجيك انطلق إلى المطار تزوج على انا منال وجيت لهنا يكينا لخالتي مفيده باش نزور بطبيعتي باش نحني ونحرقص بس حنتها ما شاء الله عليها نعرف ما احلاها وحبيت نعرف بطبيعتي خاطر عرسي في الصيف ان شاء الله وباش تجي هي ان شاء الله تحني لي وتوقفشت هذيك في الساعة عاوز الكنية برقل مش سهلة البلاد سهلة أنا نحكي معك مش صاحب نحكي معك على أساس ولد والتمكين هذا هو يتمثل في تقديم قروض دون فائض بالنسبة للنساء حاملات شهادات وغير حاملات الشهادات الآن في تقريبا في مدة عام أسند ما يقارب 2000 مشروع هذه المشاريع تشغل ما بين 5 و15 امرأة ورجل يشتغلون مع هذه المؤسسات إذن علينا أن نضرب 2000 مشروع في 10 ولا في 5 إذن تصور عدد الـ عاتلين عن العمل الذين تم تشغيلهم نطمح إلى 8000 مشروع في نهاية 2020 ولكن أعتقد أننا سنتجاوز هذا الرقم بأكثر بكثير